السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما عندنا هاد لاماشين سانجار اللي ما عندهاش الفيس باش تريقل، كما راكم تشوفوا عندي ما عندهاش الفيس باش تريقل. غادي نتفاهموا كيفاش تريقلوها كيما تكونش تطلع الخيط، كيما تكونش تطلع الخيط يكونوا الأزقة بتاع كيما وريتكم يكونوا كامل صحاح، مي ما تطلعش الخيط. غادي نتعرفوا السبب هذاك باش ما تطلعش الخيط وهي ما عندهاش الفيس كيما لي ماشين باش تريقل. هلا عندي هنا، هذه هنا ما عندهاش الفيس باش تريقل. شوفوا كان دي عندها الفيس تريقل الكروشي تاعك بعد هنا، مي هذه ما عندهاش. كيما تكونش طلع لكم الخيط تفيريفيو هادي، هادي تكون ثابته وما تكونش تبوجي. الا كانت هادي تبوجي ما غادي الماشين تاعكم انا ما تطلع لكمش الخيط. ما نقول لكم غادي على الماشين ما تطلعش الخيط كيفاش ترجلوها. عندكم هذا، عندكم عند 14 هنا عفورش هنا هكذا، هلا راني حليت انا هنا باغزوم. هذا يكون مرخوف، ها كيفاش تحتولي دير. كي تكون في هاد الحالة لاماشين تاعكم ما توليش تطلع لكم الخيط. شوفوا هاد الحالة هذا ما يكونش مفيكسي مليح، في الحالة تزيروا هنايا، يكون هذا منخوف هكذا تزيروا، ومصا تزيروا مليح غادي هذا ما يوليش يخدم. لازم ترخف شوية هكذا تخليه باش يطلع هكذا، تحكم بالتورنوفيس هذا هنا ودير الكاتورز هنا وتزير. هلا كيما راكم تشوفوا توجور التورنوفيس تحكمو هذا وتزير هذا هكذا كيما شفتو، تحكم التورنوفيس هنا باش هذا ما يدورش وما يتزيرش على هذا. مصابي تزير هذا تولي الماشينه ما تخدمش. وعندكم عاود ثاني هذا، هذا كيكون مرخوف، كيكون مرخوف هذا هلا كيكون منخوف يكون عنده هاد لو جو كيما راكم تشوفوا هنا. وكيكون هكذا ما غاديش الماشينه تطلع لكم الخيط، تولي تصوتي وما تخدمش الماشين مليح. في هذه الحاله عندكم عاود كيف كيف بالتورنوفيس تزير هنا وما تزيرش كامل على خاطر مصاب تزير ما غاديش تولي تبوجي. تخلي شويه هكذا مرخوف ومن بعد تزير هذا هنا بالأونز. هلا كيما راكم تشوف توجور تحكم هذا باش ما يبوجيش وتزير هنايا باش الماشين تولي تخدم. هاي فوالا هاي تزيرت انا، زيرتها هادي نرخفها شويه نحل هنايا نجل هنا نرخف شويه هذا الفيس هذا هنا ونزير. دروك راهي مليحة فوالا، وتأكد هنا بلي ما يبوجيش وهذا ما يبوجيش. وكان واحد اخر تاني هنايا، نعطيكم هنا هاد لوفير بروكا عندو دو فيس، هو عندو حل فيس هنا وحل فيس من جهة أخرى. هادو دي فوا يكونو مرخوفين، ويكون هذا مرخوف
غادي الماشينه نتاعكم ما تطلع لكمش الخيط، غادي الكروشي ما يكونش في المكان الصحيح نتاعو، وهذا للسبب نتاع هادو اللي راني نوري لكم. وهذا الفيس ما نتحلوه، هذا الفيس منين باش تحلو. الفيس عنده هنا، هاي هنا حد ثقبة كبيرة شوية، نجمو تشوفوها هنا، فوالا هاي يعني هنا، هذا هنا، هذا هنايا يعني كيف هيت، دور هذه هنا، تلاقى مع الفيس هذاك اللي ملهي، فوالا يعني هاني حكمتو هنا، إيد دور هكدا تلاقى مع الفيس، تزير. وهذا تاني عاود دور غادي يجي لكم كما راكم تشوفوا هنايا، فوالا فوالا هاواني لوفيس يدخل هنا ويجي مع هذا، وتزير الفيس نتاعك نتاع هاد الفير بروكا، فوالا راكم تشوفوا هاو الفيس وهو راني لحقتو، هاواني هنايا نشنو نزير الفيل بروكا ما نخليش مرخوف، وندور عاود تاني هكدا، عاود نمشي للفيس خور كيما هكدا، ونزير الفيس نتاعي لاخر. نظن راكم فهمتوا هاد الطريقة نتاع هاد نتاع الفيل بروكا، كيفاش دخل طرون فيس، وكيفاش تزير الفيل بروكا نتاعك كي يكون مرخوف. كما اوريكم هذه هي لا ماشين اللي ما عندهاش الفيس هنا باش تريقل الشاريو، السبب دي تكون ما طلعش خيط كما اوريكم، هادو يكونوا مرخوفين وما طلعش لا ماشين الخيط. واذا كان عاود هذا تاني مرخوف غادي السن نتاع لا ماشين ما يمشيوش مليح، وفي هذه الحاله تاكدوا من الاجزاء هادو يكونوا دائما هو كامل عند ملي فيس، والطريقة باش تزيرو ما تزيرش كامل حتى تفيكسيه لازم يكون شوية مرخوف، وتزيتو البلايص هنايا باش يكون هاد الحوايج يتمشاو بكل سلامة. والريكلاج نتاع هادو راه عندكم هنايا كامل هادو بالكاتورز، وهادو بالتورنوفيس تخلوه شوية باش ما يقعدش حاصل وما يوليش يتمشى ترخفو، وكان لا ماشين دي تبلوكي وتكون مبلوكيه مع هذا، هاد لي فيس يزيروا عليها وتولي الماشينه ثقيله ولا كامل حابسه. نظن استفدتوا، ورامي يجوني رسائل على لي ماشين، وهذوك لي ماشين يسمحوا لي ما يكونوش متوفرين عندي باش ندير عليهم فيديو، بصح راني كلشي مسجل عندي، وان شاء الله كي تدخل واحد الماشينه من النوع اللي يكونوا راسلوني عليها غادي ندير عليها فيديو. ونقول لكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم، واشتركوا بالقناه ان شاء الله، اي حاجه ان شاء الله غادي توصلكم وتعرفوها وتفهموها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.